خبر رسمي الآن أن الألعاب ستنتهي بحفل اختتام يوم 6 جويليا بدلا من التاريخ الأول اللي كان يوم 5 جويليا. نحن كمنظمين هذا الألعاب سنرفع التحدي في كل هذه الجوانب، ومنهم جانب الاقتصادي مع كل متعاملين الاقتصاديين، الجانب السياحي فرصة إيجابية لنقدموا صورة الإمكانيات الحقيقية للجزائر في هذا الميدان، وبدرجة الأولى وهران والولايات المجاورة. الجانب الثقافي، وإحنا نحضروا في برنامج جيد الثاري في هذا الميدان.